الأسيت مانجمنت سولوشن واحد من الحلول اللي بتخدم شريحة كبيرة من الأعمال اللي بتعتمد بشكل أساسي على الأصول، زي الأوتيلات والجامعات والمدارس ومراكز التدريب والمستشفيات والجيم. فريق RFID Egypt بيبدأ بعمل خطة الحركة داخل المؤسسة اللي محتاجة تعمل تسكين للأصول بتاعتها في نظام محكم، واللي هيمكن المؤسسة دي لاحقاً من عمل جرد وتتبع لكل الأصول في وقت قياسي. خلينا نعرض لحضراتكم الموضوع بالكامل على واحد من الأوتيلات اللي طبقنا فيها الأسيت مانجمنت سيستم. بعد عملية التخطيط وتوزيع مهام الفريق، بيتم تسجيل معلومات كاملة ودقيقة عن كل الأصول وأماكن تواجدها داخل الأوتيل. مثال على كده، بيتم إضافة التاجز لكل الأصول بكل أشكالها وأحجامها داخل الغرفة الواحدة، وبيتم تصوير كل الأصول وإدراجها في النظام. مش بس كده، كل أصل ممكن يكون ليه أكتر من صورة لضمان تفادي التشابهات، وبيتم كمان تصوير المعلومات المهمة زي السيريال نمبر والملحقات الخاصة بكل أصل، بالإضافة إننا بنحط معلومات مهمة زي حجم الأصل أو مقاسه ومكان تواجده. بعد كده بيتم عمل الجرد الاختباري، وده بيقوم بيه فريقنا للتأكد من أن كل محتويات الغرفة تم إدراجها في النظام، وبالتالي عن طريق الكويري فيتشر أقدر أستعلم عن أي أصل وأعرف معلومات كاملة عنه وأعرف مكان تواجده. بعد كده بنعمل اختبار لخاصية الفايند آيتم، واللي بتمكن المؤسسة من أنها تبحث عن أي أصل مكان تواجده مجهول، وكمان بيتم اختبار خواص الترانسفيرينج، واللي في حالة عدم وجود أصل في مكانه بنقدر بيها نحوله لمكانه إن كان داخل نفس المؤسسة أو خارجها. بنفكر حضراتكم إن نظام الأسيت مانجمنت نظام مرن ومتناسب مع كل أنواع المؤسسات وكل أنواع الأصول مهما كان شكلها أو حجمها، وإن التاجز ليها أنواع متناسبة مع خامات الأصول المختلفة زي الأنتي ميتال تاج واللي بيتعامل مع الأصول المعدنية. وبعد تطبيق النظام تقدر مؤسسة تعمل جرد من 40 إلى 60 أصل في الدقيقة الواحدة في نفس الغرفة، وده بواسطة عدد قليل جدا من العاملين داخل المؤسسة اللي هيتم تدريبهم من خلال فريق RFID Egypt وعن طريق أدوات بسيطة وبطريقة حركية سهلة وغير مرهقة لمؤديها، ده غير خدمات الدعم الفني على النظام وخدمات ما بعد البيع والتركيب. شكرا لاهتمامك بتطبيق تكنولوجيا RFID. RFID Egypt أسرع من المستقبل.